فكل شيء جاب راح الضيوف الكل سيدي سعيد مدام سلمى سكرتير سعيد مرحبا بكم الكل في جهه مسؤوليه حبيت نتكلم على نقاط تجملهم سي شكري بالمرحله الحاليه جو في جوست faire une petite remarque. Je pense que nous avons une petite remarque saïra qui est vraiment au moment de l'âge qui m'a dit une réunion qui m'a dit. Je n'ai pas l'air de la bête de l'eau qui m'a dit que je suis venu. Je suis venu où 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 مجلس بلدي بريسك كومبلي فيه زوز من الناس سوفيا وسي شوفي اللي خلقوا الديبا في كل لحظه يعني موجود كانوا موجودين حبيت نتكلم يعني ما يخص المجلس البلدي اللي صار يعني المده الاخيره ما يخص الاسعادات الرئيسه البلديه والاعضاء وكانوا زوز موجودين مالوريزمون فما هما يتكلموا هما اللي قاعدين يخلقوا ديبا هما كانوا معارضين الكل موجود في المجلس وكان فما ابسونس توتال للناس اللي نلقى فيها نلقى فيها اليوم علاش الناس هذوما مش موجودين مش تبقى علاش ما يكونوش حاضرين لما يكون المواطنين يكونوا حاضرين ويساهموا في حتى في الرونكونتر هذه المجلس هذايا هما بيدهم الموجودين غاديك يعرفوا اللي راهو في الولايات المتحده مهتمين بالامر لكن غياب توتال يعني كان الموجود رئيس حزب الطلبه كان اللعبه نتاعهم موجود كانوا موجودين الكل بار كونتر جي با فيو اون بيرسون من الناس الموجودين اليوم موجودين الكل مو سا في بليزير دو فاك سو مي اليوم كومون با فير ما نحضروش حتى ما نجموش نتكلم اي ميساج انا حضرت ما نجمش نتكلم لكن مهم وجودنا مسيح مدام مدام ماشي معاك الحق في الكلام هذه برمي لي دي بوان اللي شفتهم انا حاجه باهيه اللي ثم الصاله كل ثم السنات دو جون كلهم كبار راك 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 تفضل تفضل شباب Je pense qu'il faut aller les voir. Il faut que ces jeunes, يعني يسمعوهم qu'est-ce qu'ils ont besoin de quoi. اليوم سي فري اول مره نحضر في الريونيون تاع المساج جو بونس لي بار بيرسون كي سون ايسي دي فرون يعني المساج جو بونس خالتين يعني سو كو جو فوا سو توجور لي ليت سو توجور لي ليت الباز ما نمشيوش من الباز الباز هي الحياه بالكارتي ديفيسيل سي لا هما النهضه موجوده تحت الكارتي هذوما سامحني ما لقيتش انا حتى حاجه تعمل في المكان المناطق هذه انا ما حضرتش ما نعرفش ما سمعتش نتبع شويه في راديو ويبي سي لا سول راديو كي مونتر ان بو سكي سباس مالوروزمون جي با في دوتر شوز لا ميساج ما نقولش لك يعني وي المنطقه هذيك هي اللعبه كل غاديك والاصوات غاديك جو بونس كي فو كون بيس يعني زلنا نمشيو للبلاصه علاش انا نعرف حاجه تو في جنيف عندي 20 سنه في حزب سياسي في حزب الخضر الخدمه كل ما صغار لي جون باغ لي جون باغ يخدموا 17 18 سنه يقعدوا يخدموا على وهم يبداو في لي ستوك هما يبداو يعملوا فيزيبيليتي اي دور فيزيبيليتي الكبير يوخر الثاني ويخليهم هما يتكلموا هما يقدموا روحهم للانتخابات البلديه باش يعطيهم فكره كما سا فونكسيون حتى الانتخابات البرلمانيه شو ديال البرلمان جو نوا هما موجودين هما يقدموهم يعني يقدموهم هما حتى يعرفوهم ما ينجحوش يقدموهم ايه نرجع اللي قالوا بليك الشيوخي الشيوخي قال الكلام الكل قالوا يفور يفو تخبي افيك لا جونيس لازم نعاودوا نرجعوا للقاعده جديده ونعاودوا نرجعوا لهم من جديد ونعاودوا نشوفوهم هذا الشباب هو اللي باش ياخذ الامور انا ما ننسى كيك بوان يعني فريد جو بونس لازم نكثفوا تاع
توا عدى عام كامل، عام نزلنا الانتخابات. لوبجيكتيف سي كوا؟ سي كوا لوبجيكتيف سي ريونيو سي كوا؟ هل اليوم باش فما حتى حد راهو فما انتخابات من المسار في شي واحد باش واحد من الوسط؟ يا با يعني اليوم يلزمنا القوات الديمقراطيه اللي موجوده في تونس. فما التيار الديمقراطي، فما الاحزاب الموجودين كلهم الجديد دي بو، فما التكتل الموجود فيه الناس نخبه كبيره جدا اللي موجوده باش فهم فريمون البارح اللي كنت مع الزاوية قاعدين نلوجوا كومون رابروشي نتفاهم 70% الجبهه الشعبيه لكن اللي مش جبهه شعبيه مش مشكله يعني تكون جبهه وطنيه للانتخابات الجايه ما عادش فيها روح مش روح لكن اليوم يلزمنا فما عندنا حتى حل اخر حتى حل اخر هو نقربوا لبعضنا الخوة هذية حتى نعرفوا ساعتها العباد الكل تحب السلطة كيف صار بالسامي حاجة بالواحد جو بونس هذه الحاجات اللي حبيت نطبق عليها فهمتني هذا هو حبيت نقول هذه الفرون هذا ان شاء الله يتعمل لنا شيء هو قرب لي ياسر الواحد وان شاء الله نحطوا لي تقليد وماذا بيا ما كانت على الدور ده ورقه باش تحطوا فيها الزيميل ما نسموش كيف تحطوا فيها الزيميل بتاعك ولي كوردوني بتاعك كون بيس سو روفوا اي دير كاس كون بو فير كومون دوا سو بريباري بور ليزيكسيون الجايه فشي مهمه جدا راهي الانتخابات الجايه سورتو البرلمانيه الرئاسيه ما حدش باهي بقول نحن فما برشا ناس يحبوا يبدلوا نظام الحكم نحن نظام الحكم هذا من احسن الانظمه الموجوده عندنا نحن هذا يعطيه السلطه رئيس الدوله المره الجايه هذا المحاك هذا نحن هبتشوف اليوم كان ما جاش الباجي قايد سبت كان معناش اللي عندنا نظام رئاسي راهو حط ولده حط ولده راهو ضرب ضربه كعبات المعارضين ضربهم وحط الامن وحط كل شيء وفات على اللعبه كله فات اليوم النظام هذا من احسن نظام لازم نقعدوا عليه على الاقل 50 سنه نترناو على الديمقراطيه وعلى الحريه نقعدوا 50 سنه مش مشكله هاي في ثاني ما لا نقعدوا النظام الحكم انه معناتها نظام ما نقعدش